سجل أول أهدافه في دوري الخليج العربي. شو الكرة بدأت بهذه الكيفية، وصلت لجوجاك، جوجاك نقلها لفالدي خلف المدافعين. هي المشكلة الدفاعية لنادي بنياس، يضرب بسهولة، يضرب بسهولة، لكن تمريرة ممتازة من جوجاك ونهاية سعيدة. أبواريم يسجل ثاني الأهداف بعد عرضية من الأسطورة إسماعيل بطر، نقل كرة عرضية بالمقاس على رأس أبواريم، وأبواريم يسجل هدف ثاني في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. كرة وصلت الآن جوجاك، جوجاك مررها لتيغالي، ثالث. شو اللي قاعد يصير؟ ثلاثية عملها ابن التانجو، ربع ساعة فقط، ربع ساعة فقط، والوحدة موجودة الآن. الرابع، الرابع، نعم الرابع، الرابع، لا 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 لا، في 17 دقيقة تيغالي وأصحاب السعادة يسجلون أربعة. تمريرة من المعلم إلى المعلم، والنهاية بهدف رابع، رباعية.